Europa League firma كابوريس فيلم كارفوريس شنا كيفاش كانت اسبانيول وين نقولوا بلي اسبانيول وين اليوم عانى امام فريق شنا كيفاش فريق مغمور نقولوا بلي فريق مغمور شنا كيفاش اسبانيول رغم انه كان نقولوا بلي كان بعض الاحيان كان مسيطر وين عدل في الدقيقه 96 بعد ما هذا الفريق اللي سجل هدف وين كان فائز في المباراة وين ديسياغار وين سجل الهدف في الدقيقة 23 شنا أوسكار من جانب إشبيليا وين عدل النتيجة في الدقيقة 31 شنا هدفين في الشوط الأول شنا هدفين في الشوط الثاني يعني ميشيل وين سجل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 91 شنا سيرجيو اللي سجل في الدقيقة 96 هدف التعادل يعني مباراة كانت معقدة جدا مباراة اللي كانت نقولوا باللي هذا الفريق المغمور اللي نقولوا لعب 46% استحواذ 305 تمريرات فقط شنا إشبيليا 54% استحواذ 368 تمريرة الإشبيلية شنا كيفاش هذا الفريق فين كابروس هذا الفريق فين كابروس اللي نقولوا باللي وقف الند للند رغم ان شنا كيفاش في هذا النادي شنا كيفاش اللاعبين اللي عنده شنا كيفاش نقولوا باللي المدرب سيرجيو اللي دار خطه وين خطه لعب خطه 4-1-4-1 شنا إشبيليا اللي دخل بخطه 4-3-3 يعني ما نساوش ستيفاتش ابراهيم شنا كيفاش إشبيليا وين اضاع الكثير من الاهداف خاصه امام لاعبين جيرجيو من جانب الفريق هذا شنا فراغا شنا توكاماك شنا إيسيال يعني كانت المباراة كانت معقدة جدا خاصة وين شنا كيفاش إشبيليا لعب خطة 4-3-3 خاصة وين مدرب فانيك بابلو خافاير التغييرات اللي دارهم كانت في المحل تاعهم شنا دين دياك شنا كيفاش فرنالدو لويس بيا شنا كيفاش إستيان جانزيرو شنا أندريا باولو يعني كانت كوريش فيكتور اوسكار يعني كانت المباراه اللي كانت شنا كيفاش مام اللاعبين اللي طبقوا التكتيك دي جو تاع المدربين كان حوار تكتيكي ما بين المدربين خاصه اللاعبين خاصه اسم تاع إشبيليا اللي عنده تاريخ في هذه البطولة هذه اللي كان كيفاش أوروبا ليغ اللي عنده تاريخ فيها شنا كيفاش توج بها فاني كذلك مرتين على التوالي يعني نقولوا باللي إشبيليا اليوم عانى أمام فريق لاعبين تاوعو اللي وقفوا ند للند أمام لاعبين تاع إشبيليا شنا كيفاش لعبوا بخطة بربعة واحد ربعة واحد شنا إشبيليا اللي كمل بالخطة تاعو 4-3-3 وشنا كيفاش عدل النتيجة في الدقيقة 96 هذه هي أوروبا ليغ دائما وين تشوف المفاجآت دائما وين تشوف الفرق كبيرة وين تعاني أمام فرق صغيرة نقولوا تعاني أمام فرق صغيرة لأن هذه هي أوروبا ليغ شنا كيفاش اللاعبين تاع إشبيليا وين رغم ذلك كان حصة كما نقولوا تضييع الأهداف كان من جانب إشبيليا رغم أنه كانوا مسيطرين في الشوط الأول مسيطرين في الشوط الثاني لكن الفريق الخصم عرف كيفاش يعدل في ال 91 يضيف الهدف الثاني في ال 91 دقيقة شنا إشبيليا يعود من بعيد ويعدي النتيجة في الدقيقة 96 صحيتو.